يعني طبختنا أو بالأصح حلانة اسمه بودينج الشوكولاتة، واللي راح تسوي معكم الشيف ريم الهاشمي. لا داعي لا داعي للتسويق، خلونا بسرعة ندخل في المكونات. المكون الأول والأساسي كيك شوكولاتة. طبعا أنا أخذت جاهز اللي يبون يسوونه في البيت عادي، وفتفتة، وأيضا حليب شوكولاتة، وكريمة الشوكولاتة، وفراولة، وتوت. وطريقة حلالنا اليوم، ناخذ كاسة من كاسات التقديم ونعبيها كيك إلى الأخير، لأن إحنا بعدين راح نشربها، فإذا شربناها راح تنزل لتحت، لازم نعبيها إلى الأخير. بعد ما عبيناها راح ناخذ الحليب وراح نشرب الكيك، بس لازم ننتبه اننا ما نكثر، نحط على حسب الكيك اللي حطيناه. مرة ناخذ ملعقة ونحرك شوي علشان يتشرب الكيك كله. بعدها نرتب الحوار كده، تقريبا تمام. بعدها ناخذ كريمة الشوكولاتة وناخذ ملعقة كبيرة، بس ننتبه اننا ما نكبها. بعدها لما نجي نكبها نخليه من النص عشان بعدين هو راح يتوزع. لازم ننتبه انه يتوزع، ما نخليه مكان ما في شيء. وهذا هو حلانا، وخلونا ندوق البنات الحلا ونشوف ايش رايهم فيه، ويلا على الاستديو. زي ما شفتوا الحلا اللي سويته في المقطع، طبعا هذا هو. طبعا راح اوزع على البنات الحين وخليهم يذوقون. ايه صح، تعالوا عندنا، احنا راح نسوي لكم قهوه وشاي وكل شيء، نرحب فيكم مع الحلا حقي. طبعا خذي تفضلي عفوا. شكرا عفوا. بنات ايش رايكم نذوقوا ونقيم الطعم؟ يلا ذوقوا، يلا بسم الله سوا. لكم واحدة. انا مفروض اني بسم الله اي صح، لا تنسون تسمون. مليان شوكولاتة. هذا حتى انا بذوق، لا احرم نفسي. روعة ما شاء الله، روعة. اسمع عندكم زيادة تعطونا بالبيت؟ اجيب لك كرتون. والله تكفين، امزح ما امزح، ترى امزح ما امزح من جد. يلا يا نورة ايش رايك بالحلا؟
بلا شوي. خلصي لقمتك وقولي. أنا يلا أنا بصراحة أقيمه تلريون من تلريون الربع أسطوري. خلي أمي تأخذ لي الوصفة وبس. برسلك الوصفة. الوصفة موجودة. بس الوصفة شوفة صح الوصفة موجودة. صح. بس أرسل لكم إياها بالتفصيل. أنا أقول مليارين جني مرة. بس ترى بزعل مني كريم إذا ما أرسلت لي الكرتونين. كنت أمزح. مستحيل أسوي كرتونين. المهم إن شاء الله إن شاء الله نحاول يعني. وأنت يا سارة؟ أنا بصراحة يما أنا عايز أعرف الموضوع. أكلي طيب ما في شيء. عادي خلينا نكمل. كمل أكل ما عليكم من الإسعاف. بصراحة يعني هو مرة ما شاء الله يهبل. بس حسيت إن في طعم حليب شوكولاتة كثير. كنت كثرت يعني بالغلط. يمكن بس حقك. وانت يا رجعين بس مرة يهبل. عزم عزم والله مرة لذيذ. لم يدك. شوف والآن راح نلعب مع بعض بعد ما أكلنا الحلا وروقنا. طبعا اللعبة راح تكون لعبة من الألعاب القليبة. تعرفون واحدة بواحدة صح؟ ايوه راح ينقسمون.